هكذا وعلى مدى شهرين خاضت الشابة فاطمة دريان ابنة 26 عاما تحدي الوصول إلى قمة إيفرست ونجحت. إيفرست 2019. فدخلت التاريخ كأول سيدة لبنانية تصل إلى أعلى نقطة ترتفع عن سطح الأرض 8848 مترا. أنا وصغيرة رحت على نيبال مع أهلي وطرنا فوق إيفرست وقلت لهم أنا في نهار حيجي وبدي أطلع وفوق. بلشت أتسلى من 4 سنين وقلت بدي أوصل على قمة إيفرست وصار الموضوع لإلي شغف. قديش أخذت معك وقت؟ أخذتني شهرين لأنه جسمنا لازم يتأقلم مع قلة الأكسجين والطقس والبرد وكل التغيرات اللي عم بتصير. للوصول إلى القمة واجهت فاطمة مخاطر كبيرة تصل حد الموت، فعدد الذين قضوا في موسم التسلق هذا العام بلغ أكثر من 11 شخصا حتى الآن على هذه المنحدرات بحسب تقارير دولية. لتتدرب للجبل الموضوع مش بس جسديا، أكيد بدك دهنيا، أكلك غير، عم بتنام بالخيمة، يعني الجسم كله بده يتغير ويتأقلم لهيدول كل الفاكتورز اللي أراوند إت، الانفايرومنت كله غير. في ناس ما أنا متعودة وكل ما تطلع أكثر كل ما بيقل الأكسجين وهذا كتير بيأثر على الدماغ على الجسم كلك بتنفخ. ففي ناس ما بتقدر تكفي، في ناس بتعبي رياتها مي، في كتير قصص فيها يصير على الجبل. الإنجاز اللبناني سجل بالجملة هذا الموسم على قمة إيفرست، فإلى جانب فاطمة دريان بات رالف كيسو ثاني لبناني يصل إلى القمة بعد مكسيم شعية، وكذلك وصل إلى القمة بعدها أفيديس كالباكليان وجويس عزام ونيلي عطار وإيليا سيألي، ليتربع لبنان بذلك.